السلام عليكم. مصادر برلمانية تتحدث أن الجيش الذي تم تأسيسه بعد الاحتلال يعاني من مشكلة التوازن. هل فعلا العلاج لإعادة التوازن هو الخدمة الإلزامية؟ النائب كريم أبو سودة يقول هناك شبه إجماع بين الكتل السياسية على قانون الخدمة الإلزامية، وهو مهم جدا في الوقت الحالي، يعني بعد 20 سنة اكتشفوا أنه ضروري ومهم جدا. صحيفة العربي الجديد نقلت عن أحد النواب الذي رفض الكشف عن اسمه يقول إن تحالف الإطار التنسيقي لا يريد إقرار هذا القانون لأنه يتعارض مع أجنداته. كم خط أحمر تضع تحت عبارة يتعارض مع أجنداته؟ مصادر صحفية تقول إن قانون الخدمة الإلزامية سيكون بوابة جديدة للفساد. هو العراق ناقص فساد؟ هناك من يقول إن قانون الخدمة الإلزامية هو من أجل استيعاب عدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل. هذا هو علاج البطالة؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول إن البلاد ليست بحاجة إلى الخدمة الإلزامية لوجود أعداد هائلة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. أفلح إن صدق. مصادر تتحدث أن الميليشيات ستزج عناصرها داخل المؤسسة العسكرية لضمان الولاء لها وإحكام السيطرة على هذه المؤسسة. الحكم لك أيها المشاهد. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يقول إن الخدمة الإلزامية تضمن إعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، ملم بالحقوق والواجبات ومتحفز لحفظ الدولة وسيادتها، ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية. تتحدثون بكل وقاحة عن الواجبات، أين واجباتكم تجاه الشعب؟ ويتحدث محمد الحلبوسي عن السيادة. يا سيادة محمد الحلبوسي، هل للعراق سيادة؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها على ضيفينا في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان الخدمة الإلزامية في العراق، الأسباب والنتائج. سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد، مرحبا بكم. حياكم الله، أهلا وسهلا. وسيكون عبر سكايب من كوبنهاجن الأستاذ عبد الله سلمان، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الله، مرحبا بكم. أهلا بكم جميعا. أهلا بكم. الله. مشاهدينا الكرام، وقبل البدء ندعوكم ومشاهدينا لمتابعة هذا التقرير. قانون التجنيد الإلزامي في العراق أصبح محل شد وجذب بين المؤيدين والرافضين له بعد أن ألغاه الاحتلال الأمريكي للعراق قبل أكثر من 20 عاما، وسط تخوفات من أن يفتح تطبيق هذا القانون أبوابا جديدة للفساد. على الرغم من أن مجلس النواب في العراق قرر في جلسته الأخيرة تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية إلى الجلسة المقبلة، إلا أن ثمة مؤشرات تنذر من تأثيرات سلبية في حال تنفيذ هذا القانون. تطبيق قانون الخدمة الإلزامية سيفرض تكلفة مالية كبيرة تثقل كاهل الاقتصاد العراقي في بناء معسكرات ودوائر تجنيد وشراء تجهيزات وعقود طعام، فضلا عن رواتب المجندين بحسب القاضي رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة السابق، الذي أكد أن العراق حاليا ليس بحاجة لتشريع قانون الخدمة الإلزامية. أكاديميون وإعلاميون أبدوا مخاوفهم من أن تكون خدمة العالم أشبه بدورة تدريب لضم الشباب للميليشيات المسلحة. الأحزاب التي سيطرت على الحكومات العراقية المتعاقبة بسطت سلطتها لتشكيل نفوذ داخل المؤسسة العسكرية، ما تسبب ببناء مؤسسة تدين بالولاء الحزبي للوطني، الأمر الذي أثر سلبا على قدرة المؤسسة ومنح الميليشيات فرصة نفوذ وقوة تنافس قوة الجيش. فيما تساءل ناشطون عن سبب عسكرة المجتمع، بينما العراق بأمس الحاجة إلى الإعمار وبناء المصانع ومحاربة البطالة وتحسين مستوى التعليم، فضلا عن ملفات الفساد التي تنوء بها المؤسسة العسكرية من آلاف الفضائيين وصفقات الأسلحة الوهمية والفاسدة،
ناهيك عن انتشار الرشوة والمحسوبية وانتشار المخدرات، فأي عقيدة عسكرية وأي حب للوطن سيزرعه هؤلاء القادة الهاربون أصلاً من الخدمة العسكرية قبل عام 2003 ويدينون بالولاء لإيران، فماذا سيغرسون في نفوس الشباب؟ مشاهدينا الكرام، فقط ننوه أن القانون الخدمة الإلزامية لم يتم إقراره حتى هذه اللحظة، كانت الجلسة يوم الأحد الماضي وبالتالي تم تأجيل الإقرار في هذا القانون. أجدد الترحيب بضيفي العقيد الركن حاتم الفلاحي والأستاذ عبد الله سلمان. أبدأ معكم أستاذ سيادة العقيد. الخدمة الإلزامية كما تعرفون طبقت في العراق عام 1935 في عهد الملك غازي، ولكن هناك حديث يتكرر دائما بين فترة وأخرى عن قانون الخدمة الإلزامية داخل أروقة السلطة في العراق، القوى السياسية. سؤالي هنا، هل العراق يحتاج فعلا في هذا الوقت تحديدا إلى إقرار قانون الخدمة الإلزامية سيادة العقيد؟ نعم، مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. حقيقة أنا أعتقد بأنه من يريد أن يقع على حقيقة الوضع العراقي ينظر إلى ماهية الوضع السياسي في العراق. نعم. لأن التوافق السياسي هو الأساس لبناء دولة حقيقية، وإذا ما جئنا للوضع في العراق الآن نرى بأن الخلافات السياسية أخذت أبعاد خطيرة جدا على جميع المستويات. نعم. فلذلك طرح مثل هذا المشروع حقيقة في مثل هذه الظروف أنا أعتقد بأنه أصبح جزء من المناكفات السياسية ما بين الكتل السياسية. وطرح هذا القانون الآن أعتقد بأنه لدواعي سياسية وأمنية، وإلا إذا جئنا إلى تشريع مثل هذه القوانين نسأل سؤال، هل البرلمان العراقي الآن هو يمثل فعلا الشعب العراقي؟ خصوصا مع نتائج الانتخابات التي ظهرت بعد الانتخابات الأخيرة عام 2021. نعم. أعتقد بأن كان هناك عزوف كبير جدا للشعب العراقي، وهو يعطي حقيقة واضحة بأنه الذين شاركوا لا تتجاوز النسبة نسبتهم من 12% إلى 20% في أحسن حالاتها. يضاف إلى ذلك أن انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان أضعف شرعية هذا البرلمان بشكل كبير جدا. إذا طرح مثل هذا المشروع في مثل هذه الظروف أنا أعتقد بأنه غير مناسب أبدا، يعني لأن طرح مثل هذه القوانين تحتاج إلى وضع سياسي مستقر، وضع أمني واقتصادي مستقر أيضا. نعم. وتحتاج إلى توافق سياسي ما بين الكتل السياسية لكي تطرح مثل هذه القوانين ويتم تمريرها في البرلمان، بحيث تكون مصلحة العراق العليا هي الماثلة أمام نواب الشعب في إقرار مثل هذه القوانين. ولكن إذا جئنا إلى الوضع العراقي نرى بأن هناك إشكال حقيقي في الوضع السياسي، في الوضع الأمني، في الوضع الاقتصادي. نعم. فكيف يتم طرح مثل هذه القوانين لكي يتم تمريرها من قبل البرلمان مع وجود خلافات سياسية وانقسام سياسي حاد، مع وجود كثير من الكتل التي عزفت مما فيها التيار الصدري الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الفترة الماضية. نعم. عن المشاركة في هذه الحكومة، فكيف للوضع أن يستقر بطرح مثل هذه المشاريع؟ يعني هذه المشاريع تحتاج إلى وضع اقتصادي وسياسي وأمني مستقر حتى يتم إقرار مثل هكذا قوانين. أبداً. طيب. يعني الوضع في العراق لا يساعد على طرح مثل هذه القوانين أبداً، يعني لأنه تحتاج إلى توافق، يعني حتى في مسألة بناء الجيش، يعني عندما نأتي إلى بناء المؤسسة العسكرية، بنيت هذه المؤسسة العسكرية كنواة لهذه المؤسسة هم الميليشيات التي جاءت اللي كانت في إيران. بالضبط. والتي جاءت إلى العراق وتم دمجها في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وبالتالي هناك خلل بنيوي في أساسا في تشكيل الجيش العراقي. فكيف يتم إقرار مثل هذه القوانين لمؤسسة أصلا هي تعاني من الفساد المالي والإداري؟ طيب. تعاني من المحسوبية والمنسوبية، تعاني من الطائفية، تعاني من عدم إعادة التوازن. يعني إذا ما جئنا الآن حتى إذا لطرح هذا القانون باعتباره مشروع وطني. نعم. طيب كيف تم توزيع الوزارات في هذه الحكومة؟ ألم تكن وزارة الدفاع من نصيب السنة منذ بداية الاحتلال إلى اليوم؟ ألم تكن وزارة الداخلية من حصة المكون الشيعي منذ بداية الاحتلال إلى اليوم؟ إذن نحن نتكلم عن محاصصة طائفية، ليست هناك يعني دواعي وطنية لإقرار مثل هذا القانون. طيب. لأن أصلا هي هذه المؤسسات
بنيت على أسس طائفية، والدليل على هذا بأنه كان من يريد أن يتطوع إلى هذه المؤسسات لابد أن تكون له تزكية من قبل الأحزاب التي جاءت مع المحتل. إذا لم يزكى لا يقبل تطوعه في هذه المؤسسات. الأمر الذي حول إلى هذه المؤسسات إلى ميليشيات كبيرة تقاد من قبل مرجعيات دينية وتقاد من قبل مرجعيات سياسية بعيدا عن نستطيع أن نقول المصالح العليا للعراق. إذن طيب. هناك إشكالية حقيقية طيب. نعم. في هذه المؤسسة وفي الدوائر التي بنيت فيها. أستاذ عبد الله سلمان، هل تعتقد أن إعادة الخدمة الإلزامية سيقود العراق إلى عسكرة المجتمع بدلا من استثمار الشباب في مشاريع اقتصادية منتجة؟ بداية تحية لك ولضيف الطيبة. أخي الفاضل، الإشكالية الأساسية ما بين منظومة 2003 والشعب العراقي هو عامل التوجس والخيفة والشعور بأن هذه المنظومة تتآمر على الشعب باستمرار، فلذلك أي إقرار سيدخل الشعب العراقي في هذا النفق، نفق الشك والريبة من إجراءات هذه وقوانين هذه المنظومة. أما ما أن تأتي وتعيد إلى التوازن إلى المجتمع أو إلى تربية المجتمع أو أي شيء آخر، نحن علينا أن نفكر في مسار العملية السياسية. هل تعتمد قاعدة المواطنة حتى يمكن ليكون مثل هذا القانون أو غيره يخدم المواطن؟ القاعدة هي قاعدة مثل ما تفضل ضيف الكريم، بنيتها منحرفة توافقية على أساس تقسيم الشعب العراقي إلى فئات، وبالتالي هذا لا يخدم اي فئه من شرائح المجتمع العراقي، فلا يخدم الشباب ولا يخدم الاقتصاد. نحن عندنا عنوان اساس في كل عمليه سياسيه نريد نناقشها، ندخل الفساد كعنوان لها. فما هو المفسد السياسي او الاقتصادي من هذا المشروع؟ هكذا المتابع والشارع السياسي ينظر إلى إجراءات أو ما تريده من قوانين هذه المنظومة. فنحن هنا نفكر بمسألة الفساد السياسي الذي تبغيه منه. سنأتي على موضوع الفساد، والبعض اعتبر أن إقرار مشروع الخدمة الإلزامية هو سيفتح باب جديد للفساد، ولكن دعني أنتقل إلى سيادة العقيد. سيادة العقيد، يتحدث الكثير أن الجيش الذي تم تأسيسه بعد عام 2003 يعاني من مشكلة التوازن واستمر إلى حتى هذه اللحظة. هذا اعتراف واضح وصريح أن المؤسسة العسكرية بنيت على المحاصصة الطائفية كما تفضلتم. هل فعلا العلاج لإعادة التوازن هو إقرار قانون الخدمة العسكرية؟ هل سينجحون في ذلك؟ لا أكيد، يعني مسألة يعني إقرار قانون التجنيد الإلزامي ماذا سيقدم إلى مسألة التوازن إذا كان الخلل أصلا الآن في مؤسسات الدولة القائمة، ليس في وزارة الدفاع والداخلية فقط أو الأجهزة الأمنية، وإنما في جميع مؤسسات الدولة. وهذا باعتراف أسامة النجيفي عندما كان رئيسا للبرلمان، أحد المطالب التي كان يرفعونها في تلك الفترة والممثلين السنة بين قوسين، كانوا يطالبون بإعادة التوازن إلى دوائر الدولة، لأنه الخلل الذي أصاب بناء هذه المؤسسات كبير جدا بما فيها المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. صحيح. إذن عندما يقر هذا القانون كيف سيتم معالجة التوازن في هذه المؤسسات؟ أنا أعتقد بأن هذا القضية بعيدة جدا عن هذا عن إقرار هذا القانون. يضاف إلى ذلك بأنه إقرار هذا القانون بوجود أعداد هائلة تصل إلى أكثر من 1,200,000 أو 1,600,000 نستطيع أن نقول منتسب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، يعني يثير علامات استفهام كثيرة، لأن الجيوش الآن لا تقاس بالكثرة العددية. يضاف إلى ذلك بأنه نحن لدينا إشكالية حقيقية في كيفية التعامل مع ميليشيات الحشد الشعبي. هذه الميليشيات التي ضمت إلى المؤسسة العسكرية حسب قولهم، علما أنها لا تأتمر بأمرة المؤسسة العسكرية، وكذلك البيشمرقة. البيشمرقة الآن هم جزء من القوات المسلحة، ولكن لا أحد يأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة. فكيف سيتم إعادة التوازن مع وجود قوى تمتلك السلاح ولديها غطاء سياسي يتواجدون في البرلمان، وهي لا تأتمر بأمرة القوات المسلحة ولا تأتمر بأمرة رئيس الوزراء؟ هناك إشكال حقيقي في بناء هذه القضية. يعني حتى إقرار هذا القانون لم يقل لنا كيف سيتعامل مع البيشمرقة أو الإقليم كردستان،
أو كيف سيتعامل مع ميليشيات الحشد الشعبي التي ترفض جملة وتفصيلا إقرار مثل هذا القانون. إذن هناك إشكالية حقيقية في مسألة إقرار هذا القانون في هذه الفترة، وهو لدوافع، أنا مثل ما قلت، دوافع سياسية ودوافع أمنية. الدوافع السياسية بأن هناك شارع منتفض على الطبقة السياسية، لا أقول يتهم الطبقة السياسية بالفساد، وإنما هذه الطبقة السياسية فاسدة، حكمت العراق منذ 2003، أهدرت ثروات العراق، قسمت الشعب على أساس إثني وعرقي وطائفي، وقامت بالتبعية إلى دول مجاورة، وقدمت مصالح البلدان الأخرى على مصالح العراق العليا. وبالتالي هذا الشارع الذي انتفض للمطالبة بحقوقه منذ الحراك السني من عام 2013 للفترة إلى اليوم، هذا الشارع لا زال ناقم على الطبقة السياسية، ولا يريد هذه الطبقة السياسية لحكم العراق، لأنها فشلت منذ الاحتلال. ما الذي يجعلنا نراهن عليها اليوم؟ يعني الآن عندما أعادوا حزب الدعوة ألم يحكم منذ عام 2003 إلى 2014؟ جميع القيادات التي حكمت العراق برئاسة الوزراء كانت من حزب الدعوة. فما الذي يجعل حزب الدعوة اليوم ينجح في حكم العراق بهذه الفترة؟ هناك إشكالية حقيقية في هذه القضية. طيب أستاذ عبد الله سلمان، هل أن قانون الخدمة الإلزامية سيكون بوابة جديدة للفساد؟ والدليل على ذلك أن بعض النواب طالبوا بتفعيل الدور الرقابي من قبل الاستخبارات العسكرية، هل سيكون بوابة جديدة للفساد؟ مثل ما سبق وأن تفضل قلنا لكم أن المشروع الأساس ما بين الدولة وبين المجتمع هو الفساد. الشعب ينظر إلى هذه السلطة أو هذه المجموعة الحاكمة من نظر الفساد، فبالتأكيد يعني عندما نقول فساد فهذا يعني ظنا حقيقة واقعة في يعرفها الشعب العراقي، ويعرفون تماما هو الآن وجيشهم ومطوعين، وهناك عدد من الفضائيين، عدد غير كبير، ناهيك عن الفضائيين في الحشد الشعبي، الفضائيين في المخابرات، الفضائيين في الدوائر الأمنية، حتى في الاستخبارات العسكرية هناك عدد كبير من الفضائيين. هذا عنوان فساد. هذه إذا هي مؤسسة مسجلة عندهم ورسمية وتطوعية على أساس، فكيف إذا ما كانت إلزامية؟ فكيف هل تكون ماذا سيكون إذا واحد التحق بالحشد ويلتحق جندي بنفس الوقت؟ هل يأخذ راتبين؟ يعني مسألة الفساد مسألة يعني ركن أساس من أركان أي تشريع تقوم به هذه المجموعة. بالتأكيد فساد، واحتمال أنه يحسبون كم فائض من الخزينة المالية، قيل هناك 80 مليار فائض في الخزينة المالية، فيجب إفراغها بهذا العنوان أو بعنوان آخر. فمسألة الفساد مسألة دين عند هذه المجموعة التي تحكم العراق، ومن لا يتعامل معها يعتبر كافر في نظرهم. هذه المشكلة، الفساد أساس كل عمل تقوم به هذه المنظومة. سيادة العقيد، تطرقتم إلى الحشد الشعبي، في حال إقرار قانون الخدمة الإلزامية كيف سيتعامل الحشد الشعبي مع ذلك؟ ولكن سأسمع الإجابة ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل ومن ثم نعود إليكم. بعض المؤرخين يقولون نستطيع أن نقول خمس تركيا على الأقل يعني من العقارات وقفية. حينما أرى الشعب التركي بشكل عام عندهم حب عميق للغة العربية والقرآن الكريم، تقريبا يقول عدد حفاظ القرآن الكريم في تركيا المسجلين، يعني المسجلين رسميا، تقريبا ربع مليون. ما أبرز تلك التوجهات والتيارات الفاعلة؟ وهل جزء منها هذه الأوقاف الإسلامية والتيارات والحركات الإسلامية أم لا؟ من الذي خرب العراق؟ من الذي خرب العالم الإسلامي؟ من الذي أضر باليمن، جعله في هذه، أتى به إلى الهاوية؟ هو إيران في الحقيقة. رئيس وقف الدعوة والأخوة في تركيا الدكتور معروف تشليك في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية.
إذن مشاهدين الكرام، نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج تحت الضوء الخدمة الإلزامية في العراق، الأسباب والنتائج. أجدد الترحيب بسيادة العقيد الركن حاتم الفلاحي والأستاذ عبد الله سلمان. سيادة العقيد، في حال إقرار القانون كيف ستتعامل ميليشيا الحشد الشعبي مع هذا القانون؟ أولا، هل من مصلحتها أن تكون خدمة إلزامية تشمل جميع الطوائف؟ لماذا يرفض الحشد الشعبي مثل هكذا قوانين؟ نعم، السؤال هو لماذا يرفض الحشد الشعبي تمرير هذا القانون؟ طبعا هذا الرفض ليس في هذه الدورة فقط، وإنما حتى في الدورة السابقة كان الحشد معارض لهذا. الحقيقة بأن الحشد أمره ليس بيده، إن من يرفض تشريع مثل هذا القانون هي إيران، وبالتالي الحشد ينفذ ما يملى عليه من قبل إيران. إيران لا تريد لأن تكون هناك مؤسسة عسكرية فوق الميول والاتجاهات، مؤسسة عسكرية وطنية، مؤسسة عسكرية يشارك فيها جميع أبناء الشعب وما إلى ذلك. طيب، وبالتالي هم يرفضون مثل هذه القضية لأنها تتعارض مع مصالحهم ومع نفوذهم، يعني سواء كانت إيران أو كان الحشد الشعبي. نعم، الحشد الشعبي لن يسمح بتمرير قانون إلا القوانين التي ترسخ سيطرته ونفوذه في دوائر ومؤسسات الدولة. نعم، وخاصة دوائر الدولة الأمنية والعسكرية. فلذلك الحشد من هذا الباب ينظر بأنه عملية يعني تشريع هذا القانون لا يصب في مصلحته على المدى البعيد ولا يصب في مصلحة إيران، وبالتالي يجب أن يكون هذا القانون بأن يشكل عقبة بالنسبة للحشد الشعبي أمام تمرير مثل هذه القوانين. فلذلك هو يرفض تمرير هذا القانون في البرلمان ويرفض أصلا مناقشته لأنه يضر بمصالحه وبنفوذه داخل هذه المؤسسة. ولكن بشكل عام، يعني احنا عندما نقول بأنه إيران لماذا ترفض؟ لماذا إيران ترفض؟ لأن التدخلات الخارجية في العراق كبيرة جدا، أكثر البلدان الآن التي تدخل في الشأن العراقي ولها كلمة، خاصة وأن الحكومة حكومة إطارية وهي تدين بالولاء إلى الولي الفقيه. نعم، إيران لا تريد أن يكون هناك عراق قوي، ولا تريد أن يكون هناك عراق خارج المحاصصة الطائفية وخارج هذه التشريعات السياسية التي جاء بها الاحتلال عام 2003. نعم، لا إيران تريد، ولا الكيان الصهيوني يريد، ولا الولايات المتحدة الأمريكية تريد. يريدون عراق ضعيف، عراق طائفي، عراق فيه الفساد. والدليل على هذا بأنه لو نظرنا إلى الإجراءات الدولية في التعامل مع أوكرانيا في مواجهتها الروسية، ورأينا ما تفعل إيران في المنطقة من دخول إلى 4 عواصم عربية وتصول وتجول في جميع هذه البلدان، نرى بأن هناك ازدواجية في التعامل بالنسبة للنظام الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. من جاء بهذه الطبقة الفاسدة لحكم العراق جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ومن باركت اليوم حكومة حزب الدعوة هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. نعم، إذن هم جزء من الملفات التي نعتبرها نحن ليس ملفات فساد وإنما ملفات تدمير بالنسبة للدولة العراقية التي بنيت بعد عام 2003. لذلك لا يريد أن تقوم مثل هذه المؤسسات. مع جل احترامي بأنه إذا ما جئنا إلى مصلحة العراق، نعم يجب أن تكون مثل هذه القوانين، ولكن لا تكون في دولة طائفية ولا تكون في نظام طائفي يتبع أجندة خارجية وينفذ مشاريع خارجية. يجب أن تكون هناك دولة وطنية حقيقية، عندئذ يمكن مناقشة مثل هذه القوانين. هم يقولون أن موضوع الخدمة الإلزامية هي لكسر حاجز الطائفية والمحاصصاتية، هل هم صادقين سيادة العقيد؟ لا أكيد، يعني أنت ذاتي تكسر حاجز الطائفية، يعني لا تتقاسمون وزارة الوزارات مثل ما مثل ما يجري اليوم. نعم، أخرجوا مثلا الميليشيات الطائفية التي تسيطر على جرف الصخر. نعم، الآن. نعم، على العوجة، على يثرب، على مناطق كثيرة في ديالة. جميع هذه المناطق هي الملف المغيبين. شوفونا المغيبين وين؟ إذا أنتم تقولون إحنا مو طائفيين، إحنا ما نريد نقضي على الطائفية. يعني أكو مسائل كثيرة يجب على الدولة أن تبين كيفية التعامل معها بشكل صحيح حتى نقول بأنه فعلا تم تجاوز هذا الملف. أما أنت تأتي لتشريع قانون وتقول لي بأنه هذا القانون سوف يقضي على الطائفية، هذا الكلام غير منطقي وغير صحيح. يعني نعم، أستاذ عبد الله، في حال إقرار قانون الخدمة الإلزامية بنظرة استشرافية من جنابكم الكريم، هل تعتقد أن الميليشيات ستزج عناصرها داخل المؤسسة العسكرية وذلك من أجل إحكام السيطرة والقبض على هذه المؤسسة الرصينة؟ العسكرية لم تكن تعاهد كسابق عهدها أنها رصينة. اليوم هي مؤسسة بها ضباط الدمج هم المهيمنين، والمفاصل الأمنية الأساسية في الجيش هي
ليس بيد وزير الدفاع، وزير الدفاع غير قادر على تحريك فوج واحد، وغير قادر على نقل ضابط إذا لم توافق عليه الكتلة الحزبية الذي ينتمي إليها. اليوم وزارة الدفاع وزارة مهلهلة ضعيفة جدا من حيث التشكيل الطائفي، لأنه التشكيل الطائفي يضر بمصلحة الشعور الوطني عند المنتسب. فهذه الإشكالية هي الكبيرة اليوم، لا يمكن أنه تعيد التوازن النفسي بإقرار هذا. أما الحشد فيستفيد بالتأكيد من وجود عناصر مسلحة جاهزة عندما يريد يجلبها ويزجها، تدريب مجانا على حساب الدولة ليكون إنسان جاهز يستخدمه وقت ما يريده. هو الأساس والفكرة، المشكلة هي في والخلل في أصل النظام. لا يوجد، لماذا وجود حشد اليوم؟ ما حاجة الشعب العراقي اليوم بحشد يعني خارج إطار الدولة؟ من يقول لك هو ضمن إطار الدولة، هذا يعني لا يعرف شيء عن سياقات العمل داخل الحشد. الحشد لا يأتمر بأمر رئيس الوزراء اللي هو قائد عام للقوات المسلحة، إنما يأتمر بأمر إيران كيف تتحرك، والتوزيع الجغرافي الذي يتموضع فيه قوات الحشد يحدده إيران، لا يحدده لا القائد العام ولا قيادات الحشد في بغداد، يحدده إيران. فلذلك هم يستفيدون أكيد فيما إذا أقر القانون هذا، فبالتأكيد هم يستفيدون بكل الطرق أن تكون المؤسسة العسكرية في أحضانهم، مضافا إليها وزارة الداخلية والأركان الأخرى من المواقع الأمنية في الدولة. طيب سيادة العقيد، ندخل في عمق الموضوع. يعني مثلا أنا خدمت عسكرية، كنت خدمة إلزامية، الجنود الذين ستتم دعوتهم لأداء الخدمة الإلزامية، تعتقد أنهم سيدينون بالولاء للوطن أم الولاء للحزب والجهة التي يتبعونها؟ بمعنى آخر، هل أن قانون الخدمة يزيل الجهوية والحزبية لدى الجندي تحديدا؟ نعم، أكيد هذا القانون لن يزيد الوضع الحالي في العراق إلا تعقيدات أكبر مما هي عليه الآن. نعم. يعني شوف أنت، حتى القانون عندما شرع القانون يدعو بأنه تكون الخدمة من 15 سنة إلى 45 سنة. أنا أعتقد بأن هذه القضية يعني مشكلة حقيقية، يعني 45 سنة. نعم. أعمار كبيرة جدا. نعم. يعني كان المفروض يكون أقل شيء 35 سنة. نعم. لأنه 45 سنة بالنسبة للعراقيين الغالبية أما مرضى وأمراض مزمنة وما إلى ذلك. بالضبط. يعني لم يراعي الذي دفع القانون هذه القضية، يعني أو مسألة البدل النقدي. يسمحون بدفع البدل النقدي، طيب أين مبدأ المساواة؟ أين العدالة ما بين الشعب في مسألة الخدمة الإلزامية للجيش العراقي؟ نعم. عندما الأغنياء يدفعون والفقراء يجب عليهم أن يخدموا في الجيش، هذا إشكال حقيقي. يعني يضاف إلى ذلك يعني كثير من الفقرات فيها تعقيدات وإشكالية حقيقية. يعني مثلا المتخلفين تصل مدة العقوبة مالتهم إلى 5 سنوات. طيب أنتم كنتوا تتكلمون بفترة الماضية على أنه أن الخدمة الإلزامية. نعم. التي يعني دفعت العراق عندما كانت هناك الحروب وما إلى ذلك، يعني خدموا لمدة طويلة جدا، يعني مما جعل العراقيين يعني يمجون مسألة الانتماء إلى المؤسسات العسكرية وما إلى ذلك. صحيح. طيب الآن أنتم تنقلبون على جميع الشعارات التي جئتم بها في بداية الاحتلال بما فيها بأنه الخدمة لن تكون هناك خدمة إلزامية، وإنما ستكون هناك خدمة بتطوع فقط بالنسبة للأجهزة الأمنية. يضاف إلى ذلك بأن الجيوش الآن لا تبنى على مسألة الكثرة العددية، وإنما تبنى الجيوش الآن بالجيوش الذكية الآن. يعني تطوير القدرات العسكرية، تطوير القدرات النارية. يعني الآن إذا جينا للجيش العراقي لا يمتلك قوة جوية، يعني وجود سربيا من الطائرات F-16، وهذه الطائرات إذا ما أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية توريد الأعتداء إليها ستصبح عبارة عن حديدة موجودة في المطارات. يضاف إلى ذلك قوة بحرية، لا يوجد قوة بحرية، يعني لا توجد لديك رادارات قادرة على مراقبة الأجواء العراقية. أنت لديك إشكالات حقيقية في هذه القضية. قضية يعني بدل ما تأتي أنت الآن مثلا تحتاج إلى تعقيدات لوجستية، مثلا فتح مكاتب للتجانيد، فتح مراكز للتدريب. مراكز التدريب تحتاج إلى كوادر تدريبية للتدريب على الأسلحة وما إلى ذلك.
جميع هذه المفاصل تحتاج إلى إمكانيات وقدرات مالية، يضاف إلى ذلك بأنها تحتاج إلى كوادر عسكرية مدربة على هذا الشيء. طيب بدل ما تذهب أنت إلى عسكرة المجتمع العراقي بهذه القضية، اذهب إلى تحديث الجيش العراقي. الآن أصبحت الصواريخ العابرة صواريخ بمدايات مختلفة، الطائرات المسيرة، استخدام القوة الجوية، يعني هناك أساليب وتكتيكات حديثة دخلت إلى الجيوش لغرض تحديثها لكي تكون بمصافي الدول المتوسطة، لا نقول الدول المتقدمة، دول المنطقة على أقل تقدير يعني، على الأقل يعني. يضاف إلى ذلك لا يوجد تهديد خارجي للأمن القومي الآن يستدعي مثل هذا الإجراء بتشريع هذا القانون في هذه الظروف. صحيح. حتى مسألة يعني ابحث أنت عن فرص عمل للعاطلين، ابحث عن مشاريع تجارية ومشاريع صناعية. نعم. يعني لكي تركز على مسألة كيفية تشغيل هذا الشباب العاطل الذي يخرج من فترة إلى أخرى يعني على الطبقة السياسية منتفضا بثورات. نعم. متعددة منذ فترة طويلة، بدل أن تأتي إلى عسكرة الشباب بهذه الطريقة. نعم. يعني ركز على المؤسسات التعليمية في كيفية بناء الإنسان. نعم. وفي كيفية بناء المواطن العراقي. يعني هل الحل من هذه القضايا والإشكالات الكثيرة اللي يعاني منها العراق بأن تأتي إلى تجنيد الشباب العراقي لكي تقوم بعسكرتهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية؟ نعم. هذا إشكال حقيقي. طيب. في التخطيط الاستراتيجي لبناء الدولة. طيب سيادة العقيد، أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهي فرص العمل للعاطلين من الشباب. أستاذ عبد الله، هناك من يقول إن قانون الخدمة الإلزامية هو من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، خاصة من فئة الشباب. هل هذا علاج ناجع للبطالة أستاذ عبد الله؟ أصول كل دولة عليها أن توفر نقاط أساسية هي الأمن والغذاء والتعليم والصحة. هذه المسائل مفقودة في العراق، فكيف يأتي قانون صغير لعلاج شيء مما وهذا الجانب لشريحة شريحة الشباب؟ شريحة الشباب اليوم تعاني من البطالة التي خارج إطار الإنتاج، وهذه مشكلة كبيرة أنه كلهم يزجوهم بوظائف والإنتاج مركون على جنب مجمد، لا يوجد إنتاج في العراق، فلا يخدم أي شاب إذا ما لم يخوض عملية الإنتاج. الإنتاج هو حياة للمجتمع وحياة للفرد، فإذا بدون هذه الخصوصية لا يمكن أن يحقق هذا المشروع أي شيء. وتبقى مسألة أساس إنه هذه الفذلكة وهذا القانون الذي أثير الضجة عليه هو لإلهاء الشعب العراقي وشريحة الشباب عن الأولويات والمطالب الأساسية التي يطالبون بها، هو الصحة والأمن والتعليم والاقتصاد. هذه مسائل أساسية هم يريدوا إلهاء الشعب العراقي وغض النظر عن مطالبهم الأساسية، وطرح مثل هذه المشاريع والتي لا تخدم ولا تستوعب البطالة. نعم. ولا تستوعب أي شيء يعني. نبقى في هذا الإطار سيادة العقيد، هل يمكن الجيش الحالي الذين ستتم دعوتهم إلى الخدمة الإلزامية، هل يمكن الجيش أن يكون منتجا وليس مستهلكا؟ سأستمع إلى الإجابة ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية.
إذا المشاهدين الكرام، نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج تحت الضوء الخدمة الإلزامية في العراق، الأسباب والنتائج سيادة العقيد. هناك من دعا إلى الاطلاع على تجارب الجيوش في المنطقة، خاصة الجيش المصري والباكستاني. هؤلاء الجيشان لديها مشاريع خاصة بالجيش لا تكلف الدولة أموال طائلة، بمعنى أن الجيش يكون منتجا وليس مستهلكا. هل بالإمكان فعل ذلك؟ لا أعتقد بأنه يعني لا أعتقد بأنه الدولة في العراق أو الحكومة في العراق قادرة على مثل هذه المشاريع، لأن بالأساس يعني ترويج هذا القانون في هذه الفترة هي لكي تتهرب الدولة عن مسؤولياته تجاه هذا الشباب العاطل حقيقة يعني. فتقول لك ندفعهم إلى المؤسسة العسكرية بهذه القضية، ويعني مثل ما تقول مسألة إلهاء للشباب ومنعهم من التظاهر أيضا، فمفيدة جدا بأن نمرر مثل هذا القانون، كما أنه الضغط على كثير من الشباب الذين هم جزء من الحراك الشعبي بأننا نستطيع بأننا نختلق أو نخرج قوانين هي تضر بهذا الشباب. يضاف إلى ذلك بأنه إذا ما جئنا إلى مسألة الإنتاج، أغلب المصانع اللي موجودة في العراق الآن التي كانت بعد عام 2003، من الذي منع الحكومة العراقية من عملية إصلاح هذه المؤسسات وهذه المعامل لغرض التصنيع وما إلى ذلك؟ إيران. إيران ترفض أن يكون هناك حتى مسألة يعني حقول دواجن في العراق. يعني إيران ترفض الآن أن يكون هناك لدينا مؤسسات، لأنها تريد من العراق أن يرتكز في كثير من القضايا على البضائع الإيرانية، وبالتالي تمنع هذه الصناعات من عملية إعادتها مرة أخرى. والدليل على هذا الكلام الذي خرج به وزير الصناعة في الفترة الماضية في الحكومة السابقة، خير دليل على ما نقول بأنه كانت هناك توجيهات تمنع وزارة الصناعة من القيام بتحديث وإصلاح المعامل العاطلة في العراق. فكيف لهذه الحكومة أن تأتي الآن لكي تقوم باستغلال هذا الشباب بهذه الطريقة؟ طيب، حتى لو جئنا إلى هذا، لماذا لا يتم استغلال هذا الشباب بطريقة أخرى خارج المؤسسة العسكرية؟ تبقى هذه المؤسسة العسكرية مؤسسة عسكرية، ومن يريد التطوع يذهب إليها. ولكن هذا الشباب يتم يعني نستطيع أن نقول بناء نستطيع أن نقول يعني مشاريع، نستطيع أن نقول بتشغيل هذا الشباب مصانع وما إلى ذلك، يعني تستطيع أن تجد لهم فرصة عمل بأي طريقة أخرى، ولكن خارج المؤسسة العسكرية والأمنية. لماذا إلا يتم جلب هذا الشباب وإدخاله في المؤسسة العسكرية حتى تقوم الحكومة باستخدامه لغرض الإنتاج؟ يعني عندما تضرب مسألة في الجيش المصري أو الجيش الباكستاني، لكن أنت انظر إلى الجيش العراقي، هل هو الآن تنطبق عليه مواصفات الجيوش الحديثة أو الجيوش التي تعمل لخدمة بلدانها؟ يعني ما جرى في قرية الهواشة خير دليل على ما نقول، عندما وقفت القوات الأمنية تتفرج على حرق قرية كاملة، تتفرج على تدمير المؤسسات التعليمية والصحية في هذه القرية، بل قاموا بأدهى من ذلك بأنهم قاموا بنقل الناس من هذه القرية إلى الخارج، وقولهم بأن لا نستطيع حمايتكم لكن نستطيع إخراجكم من هذه المنطقة. هل هذه القوات ينطبق عليها مواصفات القوات الأمنية؟ تنطبق عليها مواصفات الجيوش التي تأتي لحماية بلدانها من التهديدات الخارجية وفرض الأمن في الداخل؟ إضافة إلى ذلك قضية مهمة يعني. أنا أسأل يعني، هل الحكومة قادرة على أن تطبق القانون على الجميع الآن؟ بمعنى غير قادرة على إنفاذ هذا القانون على الجميع. يعني ميليشيات الحشد الشعبي طوال الفترة الماضية، يعني عندما دخلت المنطقة الخضراء وطوقت مؤسسات حكومية داخل المنطقة الخضراء، طيب لماذا لم يتم تطبيق القانون عليها؟ قضية قاضي قاسم مصلح في محافظة الأنبار، لماذا لم يتم؟ خلية الدورة، لماذا لم يطبق القانون عليها؟ نحن أمام إشكالية في تسييس حتى دوائر القضاء وهذه المؤسسات يعني. طيب سيادة العقيد، أستاذ عبد الله، أيضا هناك من قال إن إقرار قانون الخدمة الإلزامية ضروري جدا لأنه سيحد من الإرهاب. حقيقة قرأت كثير وتابعت لكن لم أجد الإجابة، يعني هل القانون قانون الخدمة الإلزامية سيحد من الإرهاب فعلا؟ هم قالوا هذا، لكنه كيف يحد منه؟ يعني هل هم الشباب العراقي، هم الإرهابيون وإيتاؤهم إلى الخدمة العسكرية وتوظيفهم من جديد وتغيير سلوكهم؟ هذا السؤال. أم
أنه إقامة قوة عسكرية تضاهي أو تكون بمواجهة الإرهاب. يعني هم لم يجيبوا على هذا السؤال. أما إذا أرادوا أن يكون الجندي المكلف في مواجهة الإرهاب مثل ما تفضل العقيد ضيفك الكريم، أنه هذا الجندي يجب أن يتدرب تدريب علمي واسع يعني كبير عسكريا حتى يستطيع مواجهة الإرهاب ونشاطات الإرهاب. ثم أين روح المواطنة عند هذا الجندي الذي يأتي على أساس يعني على أساس حكومة موجودة وهي شكل توافقي طائفي لا يخدم الشعب العراقي؟ هذه الحكومة لم تخدم يوما ما الشعب العراقي. هذه الحكومة القادمة الجديدة الآن اللي يقودها السوداني شعارها جديد اللي هو الكذب والخداع. هذا الكذب والخداع هو سيكون منا إلى 4 سنوات يحكمها السوداني، وبالتالي 4 سنوات أخرى تضيف أيضا شعار جديد مثل ما كان الكاظمي اعتمد سياسة تسويق الوهم على العراقيين. فمشروع قانون لا يواجه الإرهاب، الإرهاب الذي يعاني منه الشعب العراقي إرهاب السلطة على الشعب وإرهاب الميليشيات على الشعب. ليس هناك اليوم، وحتى يعني التقارير العالمية تقول أن الإرهاب الذي احتل ثلث مساحة العراق بدعم إيراني أمريكي، فكيف الآن يجي الشباب الغير مسلح والغير متمكن والذي يعاني من الجوع والفقر والتهميش وعدم التشغيل وبدون سكن وبدون رعاية يأتي يواجه هذا الإرهاب، وهو يعرف تماما أنه هذه السلطة لا تحترم المواطن والمواطن فاقد قيمة داخل هذه السلطة. الإشكالية هنا وليس الإشكالية في القانون. سيادة العقيد، لو أخذنا تصريح لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي يقول، دعني أقرأ لك هنا، يقول إن الخدمة الإلزامية يضمن إعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة المصاعب وملم بالحقوق والواجبات، متحفز لحفظ الدولة وسيادتها، يسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية. هل مشروع القانون سيبث روح الوطنية للعراق مثلا، أو هل سيحافظ، أو سيكون هناك سيادة للعراق بعد إقرار هذا القانون؟ نعم، حقيقة هم يقولون، طبعا يحاولون ترويج مثل هذا الكلام، ولكن أنا أعتقد بأن الوطنية، لماذا لا تحقق الوطنية باستعادة السيادة وفرض هيبة الدولة وإنهاء المحاصصة الطائفية وإزالة الفوارق الطبقية بين الشعب وتطبيق العدالة والمساواة على الجميع، حصر السلاح بيد الدولة، منع الميليشيات التي تتغول وتقتل واغتيالات وقتول وما إلى ذلك، حتى الحراك الشعبي الذي خرج بصدور عارية لم يخرج من لم يسلم من سلاحهم ومن تغولهم على 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 الناس. لماذا جميع هذه الأمور هذه الدولة يتم تجاوزها؟ يعني بما فيها توفير الخدمات، توفير فرص العمل، التنمية، الصحة، التعليم، جميع هذه الملفات الدولة والحكومة لا تقدم فيها شيء للمواطن العراقي. يعني مياه صالحة للشرب الآن المحافظات الجنوبية تعاني من هذه القضية. لماذا لا يتم ترسيخ الوطنية بتوفير هذه القضايا، ولا يتم توفير الوطنية أو إلا بقضية تمرير قانون التجنيد الإلزامي؟ لا، هاي مشكلة حقيقية. يعني هذا كذب على 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 الناس. يعني هم يحاولون حتى مسألة الشباب المائع وما إلى ذلك. طيب، عندما تم تدمير التعليم في العراق خرج لنا جيل بهذه المواصفات، لماذا لا يتم؟ أنا لا أقول بأنه هذا القانون هو غير مهم، ولكن هذا أعتقد بأنه خارج صلاحيات الحكومات اللي موجودة الآن في العراق، لأن هذه الحكومات هي حكومات غير وطنية، هذه الحكومات هي حكومات طائفية، ولا يمكن لها أن تطرح مثل هذا المشروع، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. وبالتالي هناك إشكالية حقيقية في طرح مثل هذه القوانين في هذه الفترة. هذا تهرب من المسؤولية، وإلا هناك ملفات كثيرة يعني يجب على الحكومة أن تنتبه إليها قبل أن تأتي إلى مثل هذا القانون الجدلي الذي هو في الأصل هو عليه خلاف كبير جدا ما بين الكتل السياسية، التي نرى إلى الأكراد الآن الإشكال كبير جدا ما بين الديمقراطي والوطني.
تأتي إلى الشيعة الآن أصبحت هناك إشكاليات حقيقية بشكل كبير جدا ما بين المرجعيات على مستوى المرجعيات الدينية وعلى مستوى المرجعيات السياسية. السنة كذلك نعاني من إشكال حقيقي في المناطق. يعني هذه الخلافات لا يمكن أن تنتج تخطيط استراتيجي نستطيع أن نقول قومي يساعد على بناء دوائر ومؤسسات الدولة بشكل صحيح. طيب. وإنما ستزيد طين بلة. طيب أستاذ عبد الله، صحيفة العربية الجديد نقلت عن أحد النواب، طبعا رفض الكشف عن اسمه، يقول هذا النائب إن تحالف الإطار التنسيقي الذي يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان لا يريد إقرار هذا القانون، لأنه العلة هنا السبب لأنه يتعارض مع أجندات الإطار التنسيقي. ما الذي نفهمه من ذلك؟ المفهوم مثل ما تفضل ضيفك الكريم أنه الإطار هو واجهة للنظام الإيراني. نعم. فإذا ما رأى النظام الإيراني أنه هذا الإقرار مثل هذا القانون على المستقبل يضر قد يخدم بناء جيش أو وحدة عسكرية جيدة وطنية، فبالتأكيد هذا بمعنى أن إيران لا تقبل بهذا الإقرار. فالتوجهات في الإطار هي توجهات إيرانية، وكل ما يستخدمونه من أدوات سياسية لإسقاط هذا المشروع وإنجاح ذاك المشروع هو بالتأكيد يأتي بتوجيه إيراني وليس بتوجيه. هم لا يمتلكون القدرة على تفسير الأمور بالشكل السياسي أو الاستقلالي، هم غير مستقلين، هم تابعين إلى إيران. ما تأمرهم به إيران يرفضون هذا المشروع ويقدمون ذاك المشروع. المهم هم ليسوا بالقدر الذي نصف بهم روح من الوطنية. الوطنية مفقودة عن جميع الأطراف الكتل السياسية الموجودة ومعمقة أكثر. يعني تعتقد أن الولايات المتحدة التي أتت بهم إلى السلطة، يعني ربما سؤال استشرافي لا أكثر، هل هي موافقة على إقرار هذا القانون؟ الولايات المتحدة تعتقد ذلك؟ الولايات المتحدة تعرف طبيعة النظام وتعرف أنه هذا النظام مهلهل، فلا يهمها مثل هذا القانون. ترى قانون صغير لا يشكل شيء بالنسبة للجيش العراقي. الجنود، احنا كنا جنود وكنا في الجيش العراقي ونعرف أن الجندي يعتمد على يعني على القيادة المهنية الصحيحة والترتيب العسكري الصحيح الوطني. فأما يعني أمريكا تعرف تفاصيل العملية السياسية وهي التي أشرفت عليها وهي التي سمحت لإيران بالسيطرة على جميع المفاصل الأمنية العراقية، فبالتالي لا يهم أمريكا أن توافق أو لا توافق. المهم هو أمريكا سمحت لإيران أن تسيطر على العراق، وهذا باتفاق على أن المصالح الاستراتيجية الأمريكية مضمونة في ظل هذا النظام. ومن مصلحة أمريكا أيضا أن يبقى النظام مهلهل وضعيف، وهذا القانون مثل ما تفضل يعني قلنا لكم أنه هذا ليس طيب أستاذ عبد الله التشريع الكبير. نعم. يعني طيب سيادة العقيد، بقيت لدينا أقل من دقيقتين، بأقل من دقيقة لو تفضلتم، ما هي شروط حتى يكون القانون قانون الخدمة الإلزامية يعني يقر في العراق؟ ما هي شروط الواجبة توفرها؟ نعم، حقيقة أنا أعتقد بأنه التوافق السياسي مهم جدا في نعم. هذه القضية، يضاف إلى ذلك بأن التدخلات الخارجية لها تأثير كبير جدا، ويجب أن ينتهي مسألة التدخلات الخارجية خاصة الأمريكية والإيرانية. نعم. ثلاثة، حصر السلاح بيد الدولة، وأعتقد بأن الدولة غير قادرة على ذلك. المسألة الأخرى مسألة الميليشيات المنفلتة، كيف سيعالج هذا الملف في العراق؟ مسألة الطائفية والمحاصصة يجب أن تنتهي في العراق. يعني كثير من الإشكالات الموجودة بما فيها ملف الفساد المالي والإداري يجب أن يكون هناك إجراءات حقيقية. يعني جميع هذه الإشكالات يعني هناك ملفات أسخن من هذه الملفات بشكل كبير جدا. يعني عندما نتكلم عن القوات المسلحة الآن نتكلم عن قيادة قوات بغداد، هذه خارج إطار وزارة الدفاع والداخلية. نتكلم عن وزارة الدفاع، نتكلم عن وزارة الداخلية، نتكلم عن مكافحة الإرهاب، وهذا أيضا لا يرتبط بوزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية. نتكلم الآن عن ميليشيات الحشد الشعبي 120 ألف مقاتل. نتكلم عن البيشمركة، يعني هل هذه قيادة قوات الحدود؟ نتكلم عن القوة الجوية وقوة بحرية، ونتكلم عن أجهزة أمنية 8 إلى 10 أجهزة أمنية.
يعني جميع هذه القوات غير قادرة على أن تأتي بالوطنية، وسيأتون الشباب العاطل عن الأمل عندما يدخلون هذه المؤسسات سيكون الوطنية هي الحاضرة. هذا إشكال يعني على من تضحكون بهذه القضايا يعني. أنا أشكرك الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لكم. كما تقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ عبد الله سلمان، كان معنا عبر سكايب من كوبنهاجن، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا أستاذ عبد الله. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.